هذه راهي كلمة معناها مشاحة شيخ الفلضافة راهي مسعيد به، وكلمة هذه راهي ما يسمعناها كذا كلمة كافة المهن. فهمتني؟ احسب انت مثلا كونك في دارك، في دار عطاتك امك ولا ابوك عطاك مهمة في الدار باش نظفت، هاك نظفت في دار. يعني اسلوب حذاري اللي عملته انت. انت تسمى طبقت النظافة. وكل هذه اللي يحبش يخدم البلدية وكذا ماخذينها بعقلية خايبة، من جيت لك عاد من اول الدنيا البلدية راهم ماخذينها باستهزاء. يقول لك ما نخدمش انا عام بلدية ما نخدمش، هما ديجا قلت لك تاكل نحكي الحكاية زبال وما زبال، هما ماخذينها لكونه زبال. اسمع يا زلمة، ما نخدمش مزيت بالعقلية القديمة، عقلية خايبة. انا صغير، انا صغير قبل كي سالوني في الحاره شنو يقولوا لي، شنو يقولوا لي نخدم عاون بلديه، نخدم في البلديه، يقول لي ما نخدم وكل باش تختار كي البلديه وتشرف. انا انسان راني حابب حاب ترابو برشا، وما عنديش حكايتك نعيف ولا كذا ولا ما. ثم قلت لك ثم قانون نطبقه وقعوا، فهمتني؟ امور قانونيه. اعطوني نقول احنا مثلا بدله باش نلبسها، اعطوني هذا باش نلبسه، اعطوني جو يزني بو بو الجو معناها نهار موجوده وعصره لا، اما لكن بالضروره احكام. نحب نطلب معناها من العباد هذوما علاش ما يخدموش باش يكونوا نراخ ارواحهم، يخمم اللي يكون انا نخدم نخدم بيتي نراخ باش تمطرس تلقى خدمه، او ولدي باش يمطرس تلقى خدمه باش يدور يدور يقول لك اه والله خدمت انا عن بلدي، عكي جيتها بلدي انت، انت عكي جيتها وخدمت ومطرزت ومعنى عملت النجاح هذا كل، وعك خدمت بلدية قبلاتك وخدمتك باش عطاتك مطرزت شغل تخدم باش تاخذ مقابل باش تولي تخلص، باش تولي العباد تحسبك، باش تولي عرفاتك يحسبوك، باش تولي المسؤولين الكبار يحسبوك، تولي عندك حقوق، تولي مثلا الطبيب يحاسبيك، المعلم يحاسبيك، راس مجلس يحاسبيك، عارفك راس مجلس يحاسبيك، كاتب العام يحاسبيك، اصحابك اللي انتوا لازم يحاسبوا بيك. لما كنت تخدم في البرة ولا كذا ما يحاسبوك حتى حد. نحب نعرفها انا علاش العباد ما تحبش تخدم في البلديه وحاقينها برشا. حاقينها. خدمه البلديه من اول الدنيا حاقين. نطلب من العباد ما فيها باس، انت جرب انت، انت خدمتها العباد قاعد تحكي لك عليها، وهي ديجا خدمة بلدية محلية حكومية، ماهيش خوان معناها باش تمشي تتمرمد معناها ومعناها مت مشيت مشيت، لا، ثم حقوق عندك انها كذا اسعافات كذا، ثم لهوة وقت تتضرب بيجوك، وقت تعمل ما يعرف يجوك، وقت ثم حاجات مطلوب. وعندك عروفات ماكش تخدم معناها تخدم في الحيط. صباح الخير يا صاحبي، صباح الخير يا صاحبي. ماهيش خدمة. والسلام عليكم.